السلام عليكم ورحمة الله. فيصل، السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله يا ثائر، كيف حالك؟ حياكم الله. زين، ما زلت تذكرني يا محمد الصابر. يعني أنت ثائر الدراجي، يعني الذي تتواصل معنا وتثري حلقاتنا بآرائك النيرة، تفضل. حياكم، أحسنت. تفضل. أنا ثائر لكن سيفي مغمج. تكفيك تتلا طولتي بمجازي، لي في صفا وعلا وطالما آرض أرجو بها يوم الورود مفازي. هذا أنا والعلم يحدو ناقتي، في النت أنشر غيكم بجهازي. ده أنت بقيت شاعر يا ثائر بقى، ده أنت بقيت شاعر كبير يا ثائر، الشعر ده بتاعك ولا يعني حافظه؟ طيب، نحن نتحدث عن ميناء مبارك الكبير حتى لا تضيع القضية، هل لديك ما تدلي به حول هذا الأمر؟ القضية الشعب الكويتي إخواننا، ونحن في العراق وقفنا معهم عندما قام صدام العميل باحتلال ودخول أراضيهم. ومن المعلوم لدى الشعب الكويتي أن المرجع السيد أبو القاسم الخوئي قد حرم أخذ الأموال وسرقة أموال الشعب الكويتي. وقام الشيعة في الكويت أيضا، هم الوحيدين الذين ثبتوا في أرض الكويت وقاوموا الاحتلال الصدامي البعثي. فنقول للشعب الكويت، نحن معكم قالبا وقالبا، ولكن أعداءنا هؤلاء التكفيريين في مجلس الأمة الكويتي الذين يحاولون أن يشوهون صورة الكويت اليوم، وحاولون يصبغونها يا ثائر الطائفية السلفية الوهابية.